مصري دايما مصدح يا مصر، مصري مصري. تقول ايه للشعب المصري، تقول ايه للاجيال، تقول ايه لكل الامه العربيه؟ من غير ما نقول حاجه، هم الناس كويسه والناس عارفه شغلها والناس عارف يعني افضل مما تتخيل. الله يكرمك والله العظيم. احساسك ايه الان؟ بس هو الضغوط النفسيه والفقر اللي كان عليهم. نعم. هو اللي كان مخليهم وحشين. نعم. الناس دلوقتي بتشتغل مرتاحه. نعم. وعارفه ان مالها ما بيتسرقش. نعم. ومطمنه. نعم. مش مرعوبه من جواها. نعم. احنا كنا بنمشي جنب الحيط. نعم. ومش عايزين حد يحرجنا. نعم. وللاسف كنا برضو بنتحرج. الحمد لله لا كرامه. نعم. ولا عائد. نعم. بنشتغل من هنا. نعم. والدوله بتاخده. نعم. احنا مش معارضين. نعم. بس تاخده يروح لمصالحنا مش تاخده يروح لحد تاني. نعم. نعم. الف مبروك لمصر. الف مبروك لمصر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا بنت. تقول ايه لمصر؟ والله الف مبروك. لمين؟ احساسك ايه؟ احساسك؟ احساس مختلف بصراحه. خالص. الواحد مش مصدق انه يصحى الصبح كده. الله. لا في وزاره ولا في الله. احنا نفسنا كده. الحمد لله. الحمد لله. الله. الله. ده كله عيالنا تتربى في جو نظيف. الله. انا بصرف نظر والله. الله عليك. تتربى في جو نظيف. نعم. مفيش فيه رشوه. مفيش فيه وساخه. تربيه. مفيش فيه واحده واقفه بنت. نعم. فيها الطمع. نعم. واقفه تبيع مناديل في الشارع. نعم. يتمع. نعم. بيها ده احسان. ده اللي احنا بندور. احسان. ندور ان عيالنا لو حطيت لهم مستقبل. نعم. نعرف ننفذه. نعم. مش احنا مش عارفين نعمل حاجه. نعم. والله العظيم عيالنا تعيش في جو نظيف ونظيف وصادق. صادق. بس ده صادق. ده المقصود يعني. صادق. وكلنا من اجل مصر. احنا ما عملناش حاجه لعيالنا. مش مهم فلوس. بس يعيشوا في جو نظيف. نعم. ده اهم حاجه. نعم. نعم. اشكرك. هذا هو شعب مصر. هؤلاء هم أبناء مصر، خرجوا حبا وكرامة لمصر، خرجوا عطاء لمصر، لا يرغبون إلا أن يستشعروا كرامة هذا الوطن ووفاء لهذا الوطن. الكل خرج يحتفل، يحتفي بمصر ويحتفل بمصر وفاء منه لشعب مصر. تيجي مكاني تقعد وانا عندي
انزل اعمل تقرير بسرعه مع كل السيارات.